مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. اليوم رجعت لكم في سلسلة جديدة راح تكون بالقناة اللي راح تكون باسم 10 حقائق عن اليوتيوبرز. فاليوم راح نشوف 10 حقائق عن عائلة نارين بيوتي. أول حقيقة، أخ نارين جلال هو أكثر شخص مشاغب بالبيت، وهو دائما اللي بيخلق جو من المشاكسة والكوميديا والأكشن. ثاني حقيقة، تعد سيدرا أكثر شخص عنيد بالعيلة، وبنفس الوقت تعد أطيب وأحن شخص. ثالث حقيقة، شيرين هي أكثر وحدة مشاغبة بالمدرسة من بين إخواتها، حيث مرة فقعت مفرقعات بالمدرسة. رابع حقيقة، أم نارين بتشتغل كوافيرة، حيث صبغت شعر نارين من قبل بفيديو باللون الأخضر. خامس حقيقة، أب نارين ما بيطلع بالفيديوهات، وهذا راجع لقراره الشخصي، بس صرحت نارين مؤخرا أنه في شي عم بيصير بيتعلق بأبوها، حيث أثر هالشي عليها سلبيا وحتى على قناتها، حيث في بعض الأحيان تضطر نارين لعدم تنزيل الفيديوهات بسبب هالمشكلة. أوكي، ما بيطلع بالفيديوهات، شو السبب أني أنت بتخفيه من الفيديوهات؟ أو كل ما مقطع بتحسوا أنه بابا قرب يطلع بالفيديوهات بينقص، فهو بإرادته ما بحب يطلع على الفيديوهات. بس كمان بنفس الوقت ما كل شيء بنشاركه معكم آخر فترة، في كذا شيء صار ولحد الآن ما شاركنا معكم بالفيديوهات. عطول بحس إنه حيجي اليوم أحكي فيه بالفيديوهات. أحياناً بيكون هو سبب عدم وجودي على اليوتيوب، سبب اختفائي من اليوتيوب، سبب إنه أنا ما عم أقدر أعمل فيديوهات، وبحب إنه خبر الناس حتى يكون مبين عذري أنا. سادس حقيقة، أمنية أم نارين هي إنه تكون نارين سيدة أعمال بالمستقبل. سابع حقيقة، في بيت نارين في اثنين شيرو، أخوها شيرو وشيرين كمان، بينادوها عادة بشيرو كاسم الدلع. تامن حقيقة، كل إخوان نارين عندهم قنوات على اليوتيوب، حيث أول واحد فكر بفتح قناة على اليوتيوب هي شيرين، وآخر واحد فتح قناة كان أخوها شيرو من قبل أسبوع باسم شيرو شو. تاسع حقيقة، نارين هي أكثر وحدة بتسافر بالعيلة، حيث سافرت لعدة دول من بينها إيطاليا، إسبانيا، أمريكا، الإمارات، تركيا ولبنان وغيرها كتير. عاشر وآخر حقيقة، صرحت أم نارين أنها مو راضية 100% عن لبس بناتها. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.